أهلا وسهلا فيكم من جديد، وهلأ وصلنا لفقرة يا ساتر. اليوم عندنا تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، رح نشوف التقرير مع هيا وراجعين. مساء الخير مشاهدينا، اليوم بفقرة يا ساتر رح تكون هي الفقرة كتير مميزة وحلوة. رح نسأل الناس سؤال واحد ويجاوبوا عليه. خلونا نشوف مع بعض شو هالسؤال وشو هالجواب الغريب. يلا مرحبا. يا هلا والله، يا مرحبا. لقديش فيك تضلك ساكت وتربح معنا جائزة؟ فضل ساكت طال عمركم ساعة ساعتين. على فكرة أنت خسرت. ما؟ خسرت ما أنت قلت أنا لازم ما تحكي ولا كلمة. نصافن يعني؟ إيه ولا لا؟ لا؟ بقدرش أضل ساكت. كيف يعني أضل ساكت وتربح معنا؟ عم يسألني قد الكيلو بالله. اليوم كان في أزمة بالسوق ولا لا؟ أنت يعني بالضبط؟ طب أنت خسرتي. شو ما عم بسمع يعني إيه ولا لا؟ لا ما هو أنت لازم تحكي يا إيه يا لا. مو حكيت إيه خلاص. ما أنت خسرتي. هدول شو أسعارهم؟ كيف يعني قد هي بلرتين؟ ثلاثة؟ كثير طولت. أضل ساكت شوي. ما أنت خسرت ما أنت. طب ما أنا هيني حكيت. عدت له أحمد. لازم تجاوبيني مشان أعرف. أضل ساكت ساعة. صعب خسرت المرة الثانية. أنا اللي لازم فوز وهي تخسر، لازم هيك. أنت شخص كثير صبور. يعني أنت ناوي تفوز مثلاً؟ هيك بتخسرنا الجوائز بعدين. جوائزنا قيمة. أي ولا. انت لازم تجاوبين. ايه هاي لقيتها. خسرتي. طيب شو بتتوقع الهدية او الجائزة؟ يعني هدية هيك قيمة؟ الحب؟ الله لا احذر شوية. تفضل انت ربحت معنا. خلصت. ارتاح ارتاح. انت كلك جوعانة فتفضلي. شكرا كثير لك، فعلا فزت معنا. فعلا انت فزت معنا، شكرا كثير لك. خلصنا والله. احكي عادي امان. انت ربحتي معنا. احذري شو ربحتي. تفضلي مشاهدينا، مثل ما شفنا هلا يلي فاز ويلي خسر، ومثل ما حكيت لكم هذا هو السؤال الغريب يلي خبتكم اياه ببدايه هذا التقرير. بتمنى تكونوا انبسطتوا معي، وان شاء الله يا رب نشوفكم بتقرير ثاني. باي باي. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، وهلا وصلنا لفقره انفلونسر واللي عودناكم انه نعالج فيها اهم المواضيع اللي بيطرحوها المشاهير على السوشيال ميديا وكيف بتكون بالحقيقه. لحتى نحكي اكثر عن الموضوع خلونا نشوف هالسكتش ونرجع. اهلا، بدي تشيكن بيتزا وباربيكيو بليز. ثانك يو. ثانك يو، شكرا لك. بدي تشيل كل الاكل. ايه في مشكله. ما عم يجيب لايكات الاكل عندكم، شو اعمل لك يعني؟ شيله كله ما بدي اياه. اسمع انا انسدت نفسي اصلا، جيب لي بس كوكتيل او على عصير. معقول العصير يجيب لايكات؟ ثانك يو. والله شكله حلو.
خليني صوره بلكي جاب لايكات. هاد لنحكي بالموضوع بشكل مفصل معنا زميلتنا اليوم نسرين غسان. اهلا وسهلا فيك نسرين. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا لكم نسرين. مثل ما شفنا السكتش دائما الانفلونسر او الشخص المعروف او المشهور بيفقد الاستمتاع باللحظه اللي عم بيعيشها لحتى يصور وينقل هي الصوره للسوشيال ميديا والناس اللي عم بتتابعه. شو رايك بهذا الشيء؟ هلا نحن بهذا السكتش اليوم حبينا نطرح شيء مختلف شوي عن المره الماضيه، انه كيف حدا عم بفوت على هذا المحل عم بيصور الاكل بيشيل الاكل من قدامه او بيرفض انه حتى يدوقه بس لمجرد انه ما جاب لايكات كثير. وهي دوامه بيعيشوا فيها كثير ناس على مواقع التواصل الاجتماعي، مش بس الانفلونسر، هي قافه فيك تحكي عم تنتشر بين الكل. يعني شباب وصبايا بتلاقيها جابت فنجان القهوه عم بتصور الصبح جود مورنينج كذا مع فيروز قبل لا تشربه، فعلا تفقد هي متعه اللحظه قبل لا تشربه بيكون صار بارد. فانا بدل ما انه اضيع وقت انه انقل هذه الاكله او هاي الشيء اللي بدي اشربه للناس بالاخر هم ما حيستفيدوا شيء، حيعملوا سكيب يعني، ومعظمنا عم نعمل سكيب لهالمواضيع. لا استمتع فيه عن جد واصبح بشيء حلو يعني. اكيد بتعرفي شو احيانا انه دائما بننقل للسوشيال ميديا او الناس اللي عم بتتابعنا الصوره الايجابيه عن حياتنا. صح. يعني مو الحقيقيه، هيك مو الحالة العادية اللي نحن بنكون فيها، في شيء مخبى دائما. طيب هلا نسرين، يعني احنا مثل ما شفناكي هلا كثير في اشخاص مثل هيك مثلا بحطوا هذا الاكل وبيحكوا مثلا من دون ما يدوقوا انه ماله طيب ومو عاجبهم، فبيضطروا انه مثلا يغيروا هي السفره. طيب شو هي الاسباب؟ يعني فيني اسميها نوع من الغرور، يعني انه لا هيك انه شوفت حال مثلا تكبر. الناس اللي يعني ما بياكلوا من اي محل ولا فيني هيك احكي تماما بالضبط. يعني احنا عم نحكم على اكل او على اواعي من دون ما حتى الواحد مثلا يدوق هذا الاكل او يجرب هاي الاواعي. ممكن الواحد يحكم على شيء مثلا هو ما بده ياكله، كونه مثلا لنفرض كاست كوكتيل فيها مانجا، انا كثير مش حابه مثلا طعم المانجا فما بدوقها، خلص بحكم عليها لانه انا مو كثير بحب المانجا، بس انه انا ما دقت لسه شو الشيء او شو الصنف او شو الطبق، هي بصفي انها ما بعرف يعني نوع من الغرور. ممكن نوع من الغرور. وفي ناس فعليا ما بحبوا يجربوا اي شيء فبترجع للقناعه الشخصيه. بس كثير يعني لما نيجي نحكي عن موضوع الانفلونسرز لا هم بيكونوا غرور شوفت حالهم. تمام نسرين، هلا نحن مثل ما شفنا بالسكتش واكيد انت مو هيك، انت عم تفرجي الحاله الغريبه طبعاً اللي عم تصير. انا برايي انه مفهوم انه واحد يصور الشيء اللي عم ياكله ممكن يكون غلط نوعا ما، لانه في ناس ما ممكن ما يكون مع هاي الوجبه. صح. ممكن تشتهي انه تطلع هاي الطلعه، فنحن عم نحسس الاشخاص اللي خلينا نقول طبقتهم فقيره انه يحسوا بالنقص، انه هن ما عم يحسوا انه هي الشغلات. وبالنهايه انا هيك ما استفدت شيء واثرت على غيري بطريقه سلبيه. بطريقه سلبيه فعلا. في كثير ناس بلاقيهم غير قادرين على انهم يشتروا اكل من برا على طول او من مطاعم معينه، كونه في مطاعم كثير اغلى من المطاعم الشعبيه، فهو هذا الشيء بسبب عندهم نقص بينهم وبين حالهم لما يشوفوا الفلان الفلاني او الشخص عم ب 24 ساعه من هاي المطاعم. وبالاخر ممكن يكون زي السكتش، ممكن يصور، ممكن ما يدفع حقه يتحجج ويطلع كمان. كثير طبيعي. حتى هاي الصوره اللي انت عم تحكي عنها للانفلونسر ما بيعملها، انه انا بشوف من رايي الشخصي ما بيعملها غير الانسان اللي عنده عقده نقص. صحيح. وعم بيطلع على الناس وعم بينشرها بشكل كثير سلبي. صحيح. الشخص الفارغ هو اللي بيقدم محتوى فارغ على السوشيال ميديا. فبنرجع نحكي سبب هاي الفقره هي انه نوعي الناس اكثر شو الاشياء الصح يعملوها على السوشيال ميديا بوجهه نظرنا احنا، وشو الاشياء اللي غلط او يبعدوا عنها وعم بتاثر سلبا على المجتمع او على المشاهد او المتلقي هاي المعلومه على السوشيال ميديا. طب نسرين احنا لامتى رح نشوف هيك مثلا سكتشات؟ يعني عن جد امتى رح نحل هي القضيه، قضيه يلي مثلا بيروحوا على محلات اواعي ومعاجبهم بياكلوا معاجبهم، امتى بدنا نحل هذا الموضوع؟ هلا هو الموضوع صعب انه ينحل، هو بيصير في توعيه اكثر للناس، توعيه حتى للجمهور انه فعليا الاشخاص اللي عم بيقدموا محتوى فارغ وعم بياثروا عليكم تاثير سلبي وانتم مو حاسين، بلا ما تتابعوهم وخلص. وهم لما يلاقوا الفولورز عندهم عم يقلوا رح يحاولوا انهم يغيروا ويبدلوا بالمحتوى اللي هم عم يقدموا على مواقع التواصل. تمام نسرين، باعتقادي كمان في سبب بس او نتيجه سلبيه وراء هي الممارسات اللي عم تصير على السوشيال ميديا من قبل الانفلونسرز، اللي هنا بتكون البنت عم تعمل فولو لحدا مشان يكون انه شكله بيرفكت كشكل او جسم، بس من غير المعقول وما انه منطقي انه تلاقي حدا انفلونسر عم ياكل الاكلات الجاهزه هي وما عم يسمن، فعم تخفف كمان ثقه الناس بالاشخاص. صح. اللي عم يشوفوا هي الامور انه انا باكل اكلات عاديه وشكلي مو ظابط، اما الانفلونسرز
بخبص بالأكل وجسمه ضابط، فهي سبب سلبي تاني لهذا. وهذا شيء سلبي تاني برضو. في زي ما دائما بنحكي وزي ما كل مرة رح نحكي بفقرة انفلونسر، انه في كتير جانب رح يكون اهم من انه احنا انه نركز عليه اهم من هاي الاشياء التانية. حتى نسرين مثلا في كتير من هاي الفيديوهات اللي مثلا انه ناس حسابهم كتير مهم وصحي بس المشاهدات كتير قليلة، يا دوب 1000 2000. اما مثلا في حسابات حسابهم كتير عادي والمشاهدات على اي فيديو فوق 10,000، هاي يعني حتى في تناقض. هاي بترجع لوعي الشخص اللي عم بيتابع للسوشيال ميديا، انه هو عم لازم يكون انتقائي اكثر مين اتابع ومين ما اتابع. فانا حدا عم بيعمل لي ريسيبيز او وصفات او اكل هيلثي ممكن انا يفيدني بوضعي الطبيعي وحياتي العمليه او اليوميه، ليه ما يعمل له فولو؟ عم بعمل فولو للشخص الفيك اللي عم بس عم يصور وين اكل المطعم كتير غالي كتير فانسي. حتى بالاضافه لهيك الناس بتنقاد لللايف ستايل تبع الانفلونسر لحتى يمشوا عليه، وبالمقابل ممكن تكون في سبونسرشيب بينه وبين المطعم او المكان صحيح. اللي هو قاعد فيه وعم يروج وعم يعلن عن هذا الشيء مشان يزيد من انتاجيته او بيع هذا المحل صحيح. ورغم هيك ممكن هو ما يكون ماشي على هذا النظام او ما بياكل هاي الاكلات نهائيا وما له علاقه فيها، فالناس تنغش بهي الامور. مزبوط كلامك، وهذا الجانب اللي كثير في عالم بيتابعوا شخصيات على السوشيال ميديا ما بيعرفوا انه بيروح على محل معين او مطعم معين لكرمال يعمل ترويج للمنيو اللي عنده، كرمال انه الناس الفولورز اللي عنده يروحوا على هذا المكان أكيد. بس من دون ما هو يخبرهم، فهو بيكون زي اعلان مبطن. بتلاقي بعض الناس لانهم هم مش كثير واعيين بما يتعلق موضوع السوشيال ميديا، لا بيروح بقلده، مش انه بياخذ بيروح على هذا المطعم، لا بصير يحاول يصير بنروح على اي كافيه ولا مطعم ومنصور بنعمل حالنا عادي. نتشكرك لوجودك معنا زميلتنا نسرين غسان، شكرا كثير لك. شكرا لوجودك معنا، الله يسعد قلبكم يا رب.